نمشي ولا مشيت على شكون اللي غيقدم لكم الفنانين اللي جايين؟ نطلعوا شي حد في بلاصتي نقدم؟ سخيتوا بيا؟ انا ما سخيتش بيكم، ولفتكم هذه اسبوع وانا معاكم، ولفتكم جمهور سلا زوين، احسن جمهور بعدا كاين شهادة الجميع، احسن جمهور كاين هو جمهور سلا. مساء الخير عليكم. صفقوا على راسكم بعدا، صفقوا على راسكم وشجعوا راسكم بزاف. انتم معنا في سهرة الليلة، سهرة ان شاء الله بكم غادي تكون شاخدة، غتكون زوينة، من دورة 17 مهرجان موازين إيقاعات العالم اللي كيتنظم تحت الرعاية الثانية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. شكرا للداعمين الرسميين للمهرجان، اتصالة المغرب، سامسونج، إغيما، بيمسيو بانك وفيسبوك. شكرا كذلك لكل الداعمين الآخرين، وشكرا للداعمين الإعلاميين اللي كيسهروا دائما على إنجاح كل دورات موازين. كل الشكر وكل تقدير ونبغي تصفيقة حارة على رجال السلطة المحلية اللي ساهرين دائما على أمن وسلامة المواطنين. أكيد غادي تكونوا ولفتم على المسابقة ديال سيتي موازين، وكنظن تكونوا شاركتوا فيها كاملين. نعاود نذكركم عاود بالقانون ديال المسابقة اللي هو كتاخذوا سيلفي من أي سيل كتكونوا متواجدين فيها في موازين، كتبارطاجيوه على هاشتاغ سيلفي موازين على الانستغرام، باش كل نهار غادي يكونوا معنا زوج ديال الناس اللي غادي يربحوا دو تيكي باش يدخلوا لإحدى سهرات موازين. نعاود نذكر غادي تبارطاجيو لي سيلفي اللي كتاخذوهم من أي منصة كتواجدوا فيها مهرجان موازين، غادي تبارطاجيوهم على هاشتاغ سيلفي موازين على الانستغرام. كل نهار غادي يربحوا معنا زوج ديال الناس، زوج ديال لي تيكي باش يدخلوا شي وحده من السهرات اللي الاداره غادي تنسق معاكم باش تاخذوهم. اليوم كذلك معنا زوج ديال الفائزين، معنا محمد نوفل الفنيق والساكني سليم. نعاود نذكر محمد نوفل الفنيق والساكني سليم، غادي يتصل بهم اداره مهرجان الموازين باش تسلمهم لي تيكيت ديالكم، حتى نتوما نبغيكم تشاركوا باش تكونوا من الفائزين، لانه بقات معنا غير سهره واحده اللي هي سهرة ديال غدا. ودابا غادي نستقبل واحد الفنان اللي جا من مدينه ساحليه بحال المدينه ديال سلا، جا من مدينه تطوان، جا سبيسيالمون على قبل الجمهور ديال سلا، جا باش يقدم لكم بزاف ديال الاغاني اللي نتوما كتحبوهم نتوما كتعشقوهم. غير بيني وبينكم طلبوا منه اي اغنيه يقدر يقدمها لكم، لانه واحد الفنان قلب كبير وطيب، بدا المشوار ديالو هذه سنين مع واحد الفنان اللي كلكم كتعرفوه زهير بهاوي، ومن بعد خدا واحد الاغنيه من عند الفناير اللي هي المشيشه، بها باش تشهر وبها باش بدا كيحقق النجاحات ديالو. نستقبلوا جميع وتصفيقات حاره وحمروا السلا وجهها تصفيقاتكم. نستقبلوا جميع عماد بن عمر. Thank you.
ايه وجدي اسلا زي من قلبي جامي في الدنيا.